بسم الله يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا واتقوها لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربهم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والعافين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولو يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلكم ظلا قليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تأخذوا بالعدل إن الله يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقل الأمر منكم فإن سابا فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. إن الله بعباده الذين ينفقون أموالهم بالناس